بعد هزيمة لوفي لأحد الجنرالات من طاقم البغمام، بنشوف إن سانجي كان رايح هو وإخواته عند البغمام بالموكب الملكي، وفجأة بنلاقي لوفي بينادي على سانجي بسبب إنهم كانوا في جزيرة الإغراء اللي جنب المرسى من سفينة الجيرمي. بيجري لوفي عليه وبينط عند العربية اللي هم راكبينها وبيقول له انت سبت رسالة انك هتخلص حاجة وترجع، لكن ما قدرتش استنى وجيت اخدك بسرعة. بنشوف علامات الصدمة على سانجي وبيفتكر كلام ابوه عن المعلم زيب بتاعه، وفجأة بيضرب سانجي لوفي وبيطيره بعيد شوية وبيقول له ارجع ايها القرصان الوضيع. بتظهر علامة الصدمة على نامي ولوفي وهم مش فاهمين حاجة. بيقول لهم سانجي انه هو امير واسمه فين سموك سانجي، وهو بيكون امير مملكة الجيرمي، وآسف بقى انه خبى السر ده عليهم، لكن لو كنت عرفتك كنت هتفضل بائس من نفسك عشان هو امير، وهنا يقدر يصرف الفلوس زي ما هو عاوز ويستخدم الجنود والخدم برضو زي ما هو عاوز. بيقول سانجي تاني فكر فيها شوية كده، انا هنا امير وهتجوز بنت يونكو، ازاي عاوزني ارجع للسفينة بتاعتك دي تاني؟ بيرد عليه لوفي وبيقول له ايه الكلام اللي انت بتقوله ده، انا مش مقتنع بولا كلمة واحدة. بيضحك اخوه يونجي وبيقول لسانجي انك لازم تتخلص من الماضي بتاعك. بينزل سانجي وبيولع رجليه وبيضرب لوفي في وشه وبيخليه ينزف دم بسبب استخدام الهاكي. بيقوم لوفي يقف تاني وبيقول لسانجي انه هو مش هيدافع عن نفسه ولا هيقتله حتى، عشان هو عارف سانجي كويس انه مش هيعمل حاجة زي كده غير لما يكون عنده سبب قوي. بيغضب سانجي وبيفضل يضرب في لوفي بدون توقف، ولوفي رافض انه يستخدم اي قوة ضده، لحد ما سانجي بيستخدم قوته الكاملة وبيطير في السماء وبيهاجم على لوفي بكل قوته لحد ما لوفي بيفقد الوعي من كتر الضرب. بتروح نامي تشوف لوفي وبعدها بتنادي على سانجي وبتضربه بالقلم وبيسيبها سانجي وبيمشي. بيقف لوفي تاني وبينادي على سانجي وبيعرفه انه مهما ضربه او ركله فهو مش هيتخلى عنه ابدا، وهو عارف ان الوحيد اللي بيتألم دلوقتي هو انت. بنشوف سانجي وهو عمال بيعيط وبيفتكر حلمه مع الطاقم. بيقول لوفي تاني انه هيفضل هنا ومش هيتحرك ولا هياكل اي حاجة ببطنه لحد ما هو بنفسه اللي هيجيب له الاكل، وانه كمان مش هيقدر يكون ملك القراصنة بدون سانجي. على الجانب التاني بنشوف البغمام وبيجيلها اتنين من اولادها وبيعرفوها ان كراكر اتهزم، وبتغضب البغمام وبتستخدم الهاكي الملكة على الشخصين دول وبتتوعد للوفي. نرجع لنامي ولوفي وبتقول نامي لوفي انهم لازم يمشوا من هنا قبل ما جيش البغمام يهاجم عليهم بسبب انهم هزموا احد الجنرالات. وفجأة طقس بيتغير في الجزيرة كلها وبيقول لها الشجرة اللي معاها ان البغمام عندها قدرة التحكم في طقس. وبنشوف جيش البغمام وهو متجمع ورايح اتجاه قبعة القش لوفي. بيشوفهم سانجي وبيكون متوتر جدا وانه مش هيعرف ينقذ صديقه. بعدها بيوصلوا عائلة سانجي لقصر البغمام وبنشوف البغمام وهي بتزور شوية أطفال وبتسأل كل واحد فيهم قتل كام شخص النهاردة، واللي بيقول لها 100 واللي بيقول لها 50. وبتغضب البغمام وبتقول لهم إنهم كحد أدنى لازم يقتلوا فوق 200 أو 300 شخص في اليوم، ونعمة التربية والله يا بغمام. وبتغضب البغمام وبتسيبهم وبتمشي وبتروح تقابل عائلة سانجي وبيقعدوا مع بعض وبيتكلموا إن الجواز ده هيكون سياسي وإنهم هيتشاركوا مع بعض في المصالح والأهداف. وبيفرح جادك وبيقول لها اهم حاجة العيال يكونوا مبسوطين على طول وما يحصلش مشاكل بينهم وبيشربوا العصير مع بعض. وبنرجع للوفي ونامي وفجأة بيخش عليهم جيش البغمام. بتقول نامي اننا لازم نمشي من هنا. بيعرفها لوفي انه مش هيمشي من هنا غير لما يجي سانجي. وبنشوف جيش البغمام الكبير وبيعرفوهم انهم جايين ينتقموا منه عشان هزم كراكر اخوهم الكبير، وبيهاجم عليه واحد منهم لكن بيقدر لوفي يهزمه بضربة واحدة لحد ما كلهم بيهاجموا عليه وبيهاجم عليهم هو كمان لحد ما لوفي بيستخدم قوته وبيعمل إعصار كبير في المكان. بنشوف العرسان وهم قاعدين مع بعض وبتعرفوا بدنغ ان هي اللي ادت خريطة فيها طريق مختصر للوفي عشان يشوفوك ويتكلموا ويعرفوا منك انك بتحبني ولا لا. بيعرفها سانجي ان هو مش موافق على الجواز ده وانه مجبر بس لازم يعمل كده عشان اخواته مهددين انهم هيقتلوا المعلم زيف اللي رباه. بنروح للوفي واللي عمال يهاجم عليهم ولكن عددهم كبير جدا لحد ما بيجي شخص عنده قدرة الكريمة وبيمسك بلوفي، ولكن لوفي بيقدر يهرب منه، لكن بيجي شخص من وراه عنده قدرة التنويم المغناطيسي وبيحاول ينيم لوفي وعاوز يقتله لحد ما بتيجي نامي وبتضربه بعصاية التاكسي بتاعتها وبتنقذه.
ولكن لسه الجيش بيهاجم على لوفي، وبنشوف تشوبر وكاكاروت وهم بيتحاربوا مع برولي وأرنب مقاتل داخل المرايات، بيحاول الأرنب يضربهم لكن تشوبر بيوقف هجومه. نرجع للوفي اللي لسه بيتحارب مع جنود البغمام، لكن بيكون لوفي ضعف من كتر التعب وما بيقدرش يهزمهم بسهولة زي الأول، لحد ما نامي بتلاحظ ان البرق كتير في السماء وبتستخدم عصاية الطقس بتاعتها وبتضربهم بيها وبتقدر تهزم عدد كبير منهم، ولوفي واقع على الارض ومش قادر يقوم تاني لحد ما بيجيله شخصين رقبتهم طويلة كده وبيفضلوا يهاجموا عليه، ونامي شغالة بالبرق بتاعها عليهم وبتهزم فيهم. الله عليك يا بنت والله، لحد ما بتيجي واحدة وعندها قدرة العصير وبتمسك بنامي. ايه ده، هو احنا حسدناك ولا ايه؟ وبتيجي واحدة تانية وبتقتل الشجرة اللي كانت مع نامي بتهمة الخيانة للبغمام، وبيجي الشخص اللي عنده قدرة الكريمة ده وبيمسك بلوفي، وبيجي لوفي يضربه لكن بيظهر كتاب صغير قدام ايده وبيسحب هجوم لوفي، ولوفي جوه الكتاب. بنشوف لوفي هو جوه في مكان شبه الرسوم المتحركة كده، لكن نامي بتشوف لوفي هو عمال يتصرف تصرفات غريبة والجنود نازلة فيه ضرب، لكن لوفي بيكون جوه عالو ان داخل مكان وعمالين يضربوه فيه جوه، وبيجي شخصين وبيستخدموا الهاك وبيضربوا لوفي ضربة قوية جدا وبيقع على الارض. بنشوف سانجي وهو قاعد مع البغمام وبيقول لها انه مستعد يتجوز بودنغ بالمقابل انها تسيب طاقم قبعة القش يمشوا من الجزيرة دي. بتوافق البغمام وبتوعده كمان، وبتعرفوا ان قبعة القش لوفي لو كان هاجم عليهم في ايام عادية ما كانتش هتسيبه ابدا، لكن هي دلوقتي بتفضل المصلحة المشتركة بين عائلة الفينوسك. نرجع للوفي اللي بيكون واقع على الارض ومش قادر يقوم، وبيجي شخص وبيفضل يضرب فيه وبياخد الرفاير من نامي عشان ما تسيطرش على حد تاني، وبنروح نشوف ساندي وهو قلقان على لوفي ونامي. بعدها بنشوف لوفي ونامي وهم محبوسين داخل كتاب وفي مسمار في ايده من ورق بس مش عارف يحرر نفسه، وبيجي الشخص ده وبيفضل يضحك عليه وبعدها بيقفل الكتاب عليهم. نروح نشوف تشوبر مع برولي قدرت تعمل نسخة من تشوبر وعمالين يهاجموا عليه. نرجع لبروك وفيدورو بعد ما دخلوا قصر البغمام، بيقدر بروك انه يستخدم قوة الروح بتاعته وبيدور في القصر على البونجليف لحد ما بيلاقيه. البونجليف الاحمر هو الدليل لجزيرة رافاتيل، وكمان بيلاقوا اتنين من البونجليف الازرق بس بيكون عليهم حراسة مشددة جدا. بنعرف في الوقت ده ان البونجليف الازرق في منه 30 حجر زيه، ومن وسط ال 30 حجر دول في منهم 9 بس اللي بتحتوي على معلومات مهمة جدا، وهي بتحتوي على اسرار جزيرة رافاتيل، ولكن التسعة البونجليف الازرق اللي بيكملهم من معلومات هم الاربعة البونجليف الاحمر. وبنعرف كمان ان في شخص حاول يسرق البونجليف الاحمر ده من 5 سنين وهو بيكون من قبيلة المينج، ولكن لحسن الحظ جات لهم معلومات انه جه للجزيرة دي تاني. بيروح بروك يعرب بيدورو ان الحراسة شديدة هناك، وكمان بيكون موجود واحد من الجنرالات هناك وبيعرفوا ان مفيش امل انهم ياخدوا نسخة من البونجليف الاحمر. وبنعرف كمان ان الشخص اللي جه من 5 سنين هنا هو بيكون بيدورو، وبيعملوا خطة عشان يدخلوا ياخدوا نسخة من البونجليف. نرجع لتشوبر وبرولي وهم مربوطين، وبيطلب التمساح من برولي انها تعمله شوية شوربة بالارنبة اللي اصطادوها دي، وفعلا برولي بيتحاول تطبخهم. نرجع للبغمام وعائلة الفينوسك وهم داخلين مكتبة، وبتوريهم في الكتاب حيوانات أسطورية وإنها مهتمة بكل الأجناس إنها تكون في الجزيرة بتاعتها. نرجع للوفي وهم داخل الكتاب، وبيجي لهم شخص اسمه بيرو بيس ومعاه جهاز اتصال، وبيطلع اللي بيتكلم فيه البغمام وبتعرفه إنه هو مش هيطلع من الجزيرة دي حي، وإنها هتتعامل معاه شخصيا بعد انتهاء حفلة الشاي. بيعرفها لوفي انه هيخرج من هنا باي وسيله وهيجي عشان يقاتلها. بيتعرفوا انه لو عاوز يطلع من هنا هي ممكن تخرجه، لكن في المقابل انه يتخلى عن سانجي للابد. بيرفض لوفي وبيعرفها انها متكبره جدا بسبب انها يونكو بس. الاحداث الجايه هتبقى نار، ازاي لوفي هيخرج من المأزق ده، وتشوبر مربوط من قبل برولي ومش عارف يحرر نفسه، وبريك وبيدورو مش عارفين يدخلوا ازاي عند البونغليف الاحمر، وايه الخطة اللي عملوها عشان يدخلوا. كل ده هنعرفه في الفيديو الجاي، وسلام.